فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قل إذا أخطأ المصلي بكلمة واحدة عند قراءة آية من القرآن فهل له تصحيح هذه الكلمة وإكمال الصلاة أم يجب أن يعيد الصلاة؟ لا تعاد الصلاة لخطأ في القراءة إلا في سورة الفاتحة. أما إذا أخطأ الإمام في آية غير الفاتحة غير آيات الفاتحة فالصلاة صحيحة، إن صحها فقد أحسن، وإن تجاوزها فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة. كأن يقرأ آية من سورة كذا في سورة كذا، أو أن يقفز آية فصلاته صحيحة، لأن ركن الصلاة الذي لا بد من وجوده هي قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإذا أخل بقراءة الفاتحة لم تصح صلاته، والله أعلم. بارك الله فيكم.